كابتن فضل، انتهى وقت العمل، جاء وقت الراحة بالنسبة للنادي الأهلي بعد موسم طويل وشاق امتد لأكثر من 11 شهر. اليوم يعود النادي الأهلي للراحة واستراحة محارب قبل بداية الموسم القادم. مباراة النهاردة تم، يمكن اتكلمنا ان هي خلاص، يعني كان في ناشئين كتير جدا من النادي الأهلي، كابتن سامي قمصان، يمكن طبعا تعليمات من كولر ان هتلاقي في 2003 2005 2006 مواليد هذه الأجيال. النهارده هو كان عاوز يشوف اللعيبه زي ما كابتن محمد عمر قال قبل المباراه، ان انت انا عاوز اشوف اللعيبه، اعرف مين مكمل معايا، مين ممكن يروح اعاره زي ما انت قلت يا تامر، ان في لعيبه بتطلع اعاره. هي دي سياسه النادي، ان دايما باجي فلتر في مرحله معينه من الاعمار ان انا احط الخطه بتاعتي بتاعت السنوات القادمه بالبطولات. النادي الاهلي طبعا اي حد يكون موجود لازم يكون اضافه، مش هعرف اجيب حد وهفضل قاعد مستني عليه، فلازم يبقى انت واحد استوى. انا بتكلم على 2003 اللي هو الاعمارهم تعدت سن الناشئين، في ناس لعبت من الاصغر سنا مراحل اللي هي 2005 و2006 مبشره. المباراه دي خلاص انت حسمت الدوري، يمكن مودرن زي ما انت قلت العنوان او حتى ذكرت، اول ما تدخل في الدقيقه 60 وعمل التغييرات بالترتيب اللي هو التغييرات في الدقيقه 60 ثلاث لعيبه ثم 71 75، خلاص انت بتلعب بالفريق الاساسي بتاعك بشكل الفريق الاساسي. على الجانب الاخر انت من اول مباراه النادي الاهلي كابتن سامي قمصان، وانا يعني انا مبسوط ان كابتن سامي دايما في المباريات دي يا تامر بيبقى ساعات في مجد شخصي. المجد الشخصي ان انا لما اتولى فريق زي النادي الاهلي ببقى عاوز ان انا لا ما اخسرش، فممكن بتلاقي ممكن قفشه كان يبقى موجود امتنع ان انا في 3 4 لعيبه اخليهم موجودين عشان ما يبقاش في هزيمه. لا، هو واخد ريسك، لاعب كل الولاد عنده ثقه فيهم، الخطه مش الفوز، الخطه ان انا اشوف اللعيبه، وطبعا الاهلي دايما بيلعب على الفوز، ولكن النهارده هو عمل تغييرات، لعب كل اللعيبه. الهدفين جم من اخطاء في التمركز زي ما قلنا، كابتن طلعت يوسف هو راجل منظم جدا عنده ديسيبلين رهيب للفريق. الفريق اول ما نزل اللعيبه الاساسيه، احنا قلنا الشوط الاولاني كان تحس ان هو شوط يعني كان لا يرتقي، نعم، وكان في حاجات فرديه كتير، لكن انت بتتكلم من الفرقه الاساسيه نزلت، لا في شغل. عبد الكبير الوادي بيتحرك بشكل كويس جدا، وبتتكلم ارنولد الفيرود بتاعهم بيسجل كتير، تحركاته كانت مؤثره جدا. لا بان شكل، انت في النادي الاهلي انت معاك ناشئين لسه، التمركز برضو مهما كان الخضه بتاعت الجمهور، فالحاجات دي عوامل كتيره جدا، ولكن 11 شهر كتير قوي. ان شاء الله بقى احنا لازم دايما نبص على الايجابيات، ما نقعدش نتكلم على السلبيات. ايه هي الايجابيات؟ الايجابيات ان احنا نحاول نبتدي موسم بدري، نخلص بدري، ندي راحه للعيبه تامر عشان الاصابات، تقدر انك تعمل سكواد محترم، ان انت عندك القيد الافريقي في يوم. يعني عاوزين نبص على ايجابيات هذا الدوري، سواء للنهارده للنادي الاهلي او فيوتشر او حتى باقي الانديه، ونقدر ان في الاخر اللعيب بتاعك هو المنتج، فانت اما تلاقي لعيبه كويسه لازم تحافظ عليه. كابتن عمر، قبل ما اكلمك على النادي الاهلي عايز اتكلم على مودرن سبورت وطوال الموسم وليس بهذه المباراه فقط لا غير. هل كان الموسم الماضي افضل من هذا الموسم بالنسبه لمودرن سبورت؟ وتوالي المديرين الفنيين على مودرن سبورت طوال هذا الموسم في 2024 اثر على اداء مودرن سبورت في هذه المرحله؟ هو بشكل عام تغيير المدربين كتير ده ما بيبقاش في الصالح. طالما بغير كتير اعرف ان انا مش مستقر لا اداريا ولا فنيا ولا اي شيء يعني. وبالتالي لما استقر مودرن الحياه مع طلعت يوسف واشدنا بطلعت الحقيقه، خلاص الامور بقت سهله وبقت بسيطه، شفنا مكاسب متواليه، شفنا ترتيب في جدول الدوري، هو رابع مؤقتا لحد مباراه المصري بكره، اقصاها هيوصل خامس، فهو ترتيب جيد جدا مع ظروف ما كانتش مناسبه من بدايه الموسم لكن استقرت في نهايه الموسم. هو يمكن بس انا عايز اعمل الحقيقه يعني فرق كده بين الاثنين مدربين في التعامل مع هذه المباراه بالذات. طلعت من خلال معرفتي بيه طلعت من النوع اللي بيحب يعني يعمل لنفسه حاجه شخصيه تضاف للسي في بتاعه اللي هو كبير وقوي اصلا يعني. طلعت النهارده ما صبرش على اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب اساسي او اذا كان فيهم حد من الشباب او صغيرين في السن. ما صبرش وهو خسران وبدا زي ما قال الكابتن فضل نزل المجموعه الاساسيه على التوالي، 3 لعيبه في الدقيقه 60 و2 في الدقيقه 71 او 71 و75. وبالتالي كان رغبه الفوز عنده لان هو جواه قناعه طلعت ذكي جدا على فكره،
جواه قناعه كبيره جدا ان التاريخ هيقول سنه كذا النادي كذا مودرن فاز على النادي الاهلي. فدي نقطه مهمه جدا، ده من خلال معرفتي بشخصيه طلعت يعني. اما سامي قمصان فهو كان راجل بينفذ سياسه عامه كلها جرأه زي ما قال الكابتن فضل، ما عندوش مشكله انه يخسر، مفيش اي مشكله، المهم بينفذ. لكن انا شايف الفتره اللي تولى فيها سامي قمصان هو مشروع مدير فني قادم والنادي الاهلي بيعده، ده ما فيش شك طبعا. وفي نفس الوقت الحقيقه انا شايف الفتره دي كلها مكاسب اشرنا اليها في بدايه الاستوديو، اذا كان تكسب ولاد شباب، وانا شايف النهارده كان ابرزهم محمد عبد الله على مدار الثلاث مباريات اللي فاتت، لعيب واعد جدا محتاج صقل وخبره الحقيقه. الحاجه الثانيه وده الاهم على الاطلاق هو إراحة اللاعبين المجهدين لسنوات طويلة. نعم. فدي كانت فرصة جيدة جدا، مع يعني تأكيد إن أنا كنت أتمنى النادي الأهلي يشارك بهؤلاء الشباب في كأس مصر يزودهم خبرة ويسقل خبرتهم.